عندي نقطة ثلاثة اللي هي فلوريد ميجرمنت، أسس قياس معدل التربة. في كومن يوز تايبس فلوريد اجستريت، يعني عندي ثلاثة أنواع من أسس قياس معدل التربة، عندي الأورفيس ميتر وعندي النزل ميتر وآخر شيء اللي هو الفنشوري ميتر. وي أسيوم ذا فلو هوريزونتال، يعني قال أفرض أن التدفق عندي عبارة عن تدفق أفقي. ماذا يستفيد لما يكون عندي تدفق أفقي؟ يعني عندي الإمبيرت ليفل عند نقطة 1 ونقطة 2 متساوية، يعني نفس المستوى، لأن التدفق عندي هيكون أفقي. ونفس الشيء نفس الأسامبشن أو الفرضية اللي احنا بنبني عليها اللي هو ستدي فلو استقر مع الزمن ما يتغيرش مع الزمن، وان بيسايد الفلويد يعني غير لزج انفصال هيتعبر عن نوع نو فيسكوستي اللي هي النو تساوي الزيرو، يعني تعامل مع سائل غير لزج ان انكمبسبل يعني غير انضغاطي بين بوينت 1 اند بوينت 2. عندي ثلاثة انواع في الشكل الموجودة عندك، ثلاثة انواع، اول شيء قلنا اللي هو الاورفيس ميتر، وهذا يكون بالشكل اللي موجود عندك عبارة عن قطعة اورفيس والتدفق تاخذ منها الفلويد، تقدر تحسب كمية الفلويد عن طريق الاورفيس ميتر، وهنا عن طريق نوزل، واخر شيء عبارة عن فنشوري ميتر. معادلة البرنولي اكويشن شنو تصبح لما نطبقها على ثلاثة انواع من اجهزة قياس معادلة التدفق؟ تصبح البي 1 بلس نص رو بي 1 تربيع تساوي البي 2 زائد نص رو بي 2 تربيع. في هنا طبعا في زد 1 وهنا في زد 2. ليش تخلصنا منها؟ لان انا لما يكون عندي تدفق افقي هورزونتال باي فارتفاع نقطه 1 ونقطه 2 على نفس الارتفاع سواء في الاورفيس او النزل او الفنشوري. فلما تبقى زد 1 تساوي زد 2 هتمشي مع بعض، فتبقى معادله البرنولي بالصوره بي 1 زي نصف رو بي 1 تربيع تساوي بي 2 زي نصف رو بي 2 تربيع، هذا سميناها معادله 1. وعندي معادله 2 اللي هي معادله كونتنت ايكويشن اللي هي عباره عن شنو؟ كيو تساوي اي 1 بي 1 تساوي بي 2 بي 2. من معادلتين 1 و 2 نقدر نتحصل على كميه معادله التدفق. كيف نحسب كميه معادله التدفق نظريا في اشس قياس معادله التدفق؟ يعني شفنا قبل شويه في الاورفيس او النزل او البنشوري تقدر تحسب كميه الفلوريد نظريا خلال المعادله هذه. المعادله طبعا الاشتقاق بتاعها تقدر تشتقها من معادله 2 هذه بتاعت الكونتينت ايكويشن ومعادله البرنولي ايكويشن اللي احنا ذكرناها قبل شويه اللي هي معادله 1. من خلال المعادلتين هذه تقدر تحصل على قيمه الكيو، الاشتقاق بتاعها سهل ماهوش صعب. فالكيو تساوي بي 2 الجذر التربيعي مضروب في 2 افتح قوس بي 1 ماينس بي 2 على الرو مضروبه بي 1 ماينس بي 2 على اي 1 لكل تربيع. هذه هي المعادله الاساسيه اللي نقدر نحسب فيها معدل التدفق خلال اجهزه قياس معدل التدفق، كان عندي نوع الاورفيس او النوع النزل او النوع الاخير اللي هو الفنشوري ميتر. هذا مثال على الفنشوري ميتر، قال كيروسين للسي بتاعه هو 85 فلو ثرو فنشوري ميتر. طبعا لما تشوف الشكل هذا على طول تعرف انه هو فنشوري ميتر. With flow rate between 0.05 and 0.05 متر مكعب كل سنة. معطيك هنا معدل التدفق خلال الفنشوري ميتر عبارة عن رينج من 0.05 لغاية 0.05 متر مكعب كل سنة. Determine the range in pressure difference. يبي الرينج او الفرق في الضغط بي 1 بي ماينس بي 2 لنا نحتاج needed to measure this flow rate، نحتاج قياس معدل التدفق اللي هو معطي لك. مجرد انه عندي معدل التدفق يختلف من كيو 1 وكيو 2، يعني عندي واحد معدل التدفق صغير اللي هو سمول فلوريت 0.05 وفي لارج فلوريت اللي هو 0.05، هذا الاثنين مجرد انه يختلف معدل التدفق حيختلف عندي البريشر ديفرنس او فرق الضغط بي 1 ماينس بي 2. طبعا على الرسمه معطيك الدي 1 والدي 2 اللي هو الدايمتر الكبير اللي هو 0.1 متر، الدايمتر الصغير اللي هو 0.06 متر، ومعطيك الجزئيه طبعا الكيلوسين 0.85. المسائل من هذا النوع على طول المعادلة بتاع معدل التدفق اللي هو اللي احنا ذكرناه قبل شويه شو تساوي المعادله
اللي ذكرناها قبل شويه اللي هي كيو تساوي اي 2 الجذر التربيعي مضروب في 2 بي 1 ماينس بي 2 على رو 1 ماينس اي 2 على اي 1 الكل تربيعي. من المعادله هذه نقدر نتحصل منها على التار بي 1 ماينس بي 2. شو ندير؟ هنربع الطرفين، لما نربع الطرفين هتجي تعالى عندي كيو تربيع هتساوي الاي 2 تربيع. لما نربع الطرف هذا اللي تحت الجذر هي تحت الجذر هتجد عندي 2 مضروبه في بي 1 ماينس بي 2 على الرو مضروب في 1 ماينس اي 2 على اي 1 الكل تربيع. انا عندي المطلوب عندي اللي هو بي 1 ماينس بي 2 اللي بيجيب فرق الضرب. شو ندير؟ نضرب الطرفين في وسطين هتبقى عندي ال 2 اي تربيع اي 2 تربيع مضروبه في B1 ماينس B2 هذا حساب الطرف الثاني من الطرفين الوسطين تبدا عندي رو كيو تربيع مضروب في 1 ماينس A2 على A1 الكل تربيع. انا عندي B1 ماينس B2 تجد عندي B1 ماينس B2 تساوي رو في كيو تربيع مضروبه في 1 ماينس A2 على A1 كل تربيع مقسوم على اللي هو 2 A2 تربيع. هذه هي المعادلة بتاعي نفسي فيها